بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. اليوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، ومن مجزر البساتين تم تحميل 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وسوف تسلم لأربع محافظات: محافظة الجيزة 3 طن، محافظة المنوفية 3 طن، محافظة الدقهلية 3 طن، محافظة بني سويف 3 طن، وعلى كل سيارة مفتش عام يقوم بتسليمها لوكيل الوزارة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء موافق 16/9/2020، ومن مجزر البزتين تم تحميل 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي متجه إلى مديرية أوقاف الدهلية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم فتحي فرحات. تم حمولة 3 طن لحوم صكوك أضاحي لمحافظة المنوفية. الموافق الأربعاء 16/9/2020. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحميل 3 طن لحوم أضاحي من مجزر البساتين إلى محافظة بني سويف. اليوم الموافق 16/9/2020. النهاردة 16/9/2020، محمل 3 طن ومتجه إلى محافظة الجيزة.